حول الساعة. طيب قدم قدام، تفضل مرحبا وسهلا عليكم. بروح السخنة بروح على كيف والله العظيم اني اقدمكم السلام وانتم تستاهلون. ماكل ماكل والله متغدي متغدي بالعافية والله متغدي. تموا يا الربع. قوموا. قوم يا يلا يلا يلا. انا تغديت والله مكرونة. اقدر اتغدى بدونك. والله تغديت مكرونة اليوم. نادرة. تغديت شافني ابو طيب سلطان ذا راح يحط الغداء ورايح. سلطان ابو عزم لبيك تعال ونتحرك يلا تعال تعال يا محمد بسم الله الرحمن تعال شيخ فلاح قابلني يا شيخ والله انا ما ابي صراحه ابو الصدق انا بجلس اسولف معكم يا بيت سولف الله هذا لي سم حيلك لا لا ضاعت مش يا خضاعه ليه يا سلطان سمو ضاعت صارت تبخل علينا سمو مسمين من غيرك يا سلطان بس عطنا بيبسي عشان تصير الخطه صافي جاي الحين صدق اي بالله يعني ما اشرب معك انت ما بعد شمت انت ريحه الرز في وجهك والله يا سلطان نسيت يوم كنا انت جا غمن وياك ما ادري جغمه ولا جغمه هذا الأول قبل الشيخة قبل الشيخ الله يحيينا والله الدنيا طغيت علينا سلطان نعم ترى لوني من اني اروح الإدارة اسحب المايك حقك ان طولتها شوف لا لا والله المقصد شافتكم ولا الجوع ما من جوع احييك يا شيخ احييك يا شيخ رزقك لا يطيح المجلس حبة احييك يا شيخ زاد قدامكم داري انه زاد قدامي يشوف معي عيوني يا رجال الحين نشوف من يوم تغير علينا الرجال ولا عاد يعطينا ناجي غمعها حنا خطر نحس اليوم فيها علو اليوم فيها علو ماشيين يبقى على حاله اي والله ماشيين يبقى ما على حاله ما تدري الشيخة تبقى ولا ما تبقى الشيخة تطيل العمر ابو سلطان جاء اسمع اسمع هذه مسابقة ما هي كلمة شيخة شيخة طيب يوم منها مسابقة وراك يوم تغير على خوياك كلني يوصل جمهوره كلني يوصل جمهوره لغاية اللي يبيها انا اللهم لك الحمد انا وراي جمهور وراي جمهور ما هو شرط انه جروب دعم انا وراي جمهور مشاهدين يا طويل العمر وادري بمحبتهم بعضهم يحبني ويغليني لكن ما يقدر يعني ولا في ايده شيء لكن اللهم لك الحمد لو اني ما وراي جمهور وراي سندني يا طويل العمر ما شفتني تدري كم الاول طلع في كوب عندك في قلبي ولا تدري كم فرق التصويت تدري كم فرق تاجي سعد بينه وبين من بينه وبين اللي وراه على طول سيف سالم ايه 120 شخص يعني 120 فرق التصويت؟ ايه تحسب انه سهل 120 وين؟ هذا ما بسيط اللهم لك الحمد مع ان سيف سالم قوي وانت بعد ما انت بسيط يا سلطان انا ربي رزقني محبة الجمهور كلهم يعني قصدك سالم ما يحبونه؟ يا اخوي سيف سالم اخوي هو اللي وصلني في هذه لا انت قصدك يعني تقول انت يحبون الجمهور قصدك انا لاني انا ما عندي نفسهم جروبات ودنيا عندهم يعني انا جايك طول عمر شف كذي عنكم اشهد بالله انا اللي عنك اللي بيرجع يا جحا على الله ما هو خايب سالم ما يقول ابو محمد عندي الشيخ ابي مويه ايوه ابشر والله والله ما حد يا رجال يرجع حجاجه على الله انه ما يخيبه ربي تعرف وش يقول؟ يقول ما لك دخل هو انا سال سيف. عاد يقول توكل على الله. اي كويس بس. اللي يتوكل على الله يصل. نعم. ترى الرجال ذا طيب. نعم. صح انك تحس ان شكله كذا بس انه طيب. صح انك تحس انه تحس انه شرير. اي تحس انه شرير وقلبه اسود ومليان ووجهه مليان حقد بس انه طيب. من هو؟ انت. اقول تحس. ولا انت قلبك طيب. زعل هو ما يزعل. ما يزعل. اما في حمد. بعد يزعل وجهه شيء صح انك تحس انه خبيث وعيونها صغار ووجهه يخوف بس قلبه طيب ميدي انا لا لا ميدي لا عيونه صغار انا سالم نفتح الصفحه لا لا انت شارب القاروره حقت المويه اللي معك لا 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 والله سويت شيء شارب ذي يوم زكم رحت فيها لا لا ما عليك بس ما عاد نخاف من الزكم لا لا اردى من الزكم لا والله اي والله لكن خلاص سفيتها ما عاد باقي شيء انا احس بشيء من قبل شوي ترى منك اي بطنك بطني وش فيه بطني بعدين سلطان احنا نطالب بمراكي وش ذا المجلس اللي ما فيه مراكي مراكي موجود شنو وين
موجود ما شفنا بشلوبة بجهاز تطلع صدق والله وين مراكي اذا انتم تطلبون شيء اكتبوه ورقه اعطوني اياها اما كم تطلبون وانتم غير حتي لا صح ولا يا ابو محمد يا اخي المراكب موجوده قبل شيخك يوم استلمت الشيخه راحت المراكب قام يوم المجلس قام يمتلي من المطاليق لا والله والمراكب يطلع عمر ضيقت على الريق انتوا نعم يا سلطان بس المراكب من كثر الضيوف من كثر الضيوف ضايقت ايش لنا المراكب راح العرب كلها لا مراكب ولا عرب يا سلطان ايش تقعد انت يا اخي سويت نفس وضعهم ما تغير شيء صح ولا لا اللي جاء جاء الطاولات هذه الربع تحمر القوت على احسن ما في ذا المجلس ما رقدوا على الاستوى طاولات والله التصميم رائع والله سلطان عز الله انك تعبت في ذا التصميم تستاهلون والله شيخ تصميم عبث يا ابو ثقل بس عيدك خلاص الشيخ فلان المجلس ما اكتب ورقه متطلبه المجلس يوم استفتحوا المجلس يا طويل العمر فما حطوا المجلس الا عمودنا يرزه وهو مرزوزنا اصلا من قبلي لكن لا بد يعني واحد افتتح مجلس افتتاح مجلس وعينوا هالريال شيخا بمجلس شيخ مجلس ابشر بعجب عين والشيخ ابو عاصم هات ورقتك واكتب فيها متطلباتك الشباب كلهم يوقعون على المراكب وعلى الاشياء اللي يوقعون على الطلبات عز الله من يوم الشيخ على شيخ سلطان لا ابو ثقل ما قال كذا لا لا يا اخويا من يوم استلمت الشيخ يا شيخ سلطان ولهن الربع ودي لها كل ما لا تنقص وانت وين توديها ياخذها لبيتهم يرسلها شو هي نوتة ايوه شاف زمازم غريبة قال يا ولد هذه حلوة المجالس عندنا هناك طيب والله شيخ مجالسنا مليان تم بالدلالة والعود الازرق ماخذ اللي يواجهتنا هنا كف بس احتياط واجب ما تدري يمكن هكتا ما كذا ابو عينات يا ابليس الله يسامحك ناشبه في حلدي يومني عايدي عشان عايدي يوم جيت انا شيخ باقي ناشبه في حلدي الحب سلطان ما في حب الحب ما يعطيني جربت انت ريحه سحبه المايك سحبوها البارح ولا قدرت تجيب والله ما جيتهم ولا قلت لهم شيء هني داري شيخ ترى تحت راسي نعرف نوجهها هذه الالغام اللي ما حد يدري بها هذا لك تشتغل تحت الطاولة نظامك ابد ابد يا اخوي صح ولا لا؟ مرة كله يوضح السياسة 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 لا بد السياسة متعبة سياسي خلاص هاي بنعينها شيخ انا والله انا متوقع انه يعني طول القرية ملي مطفي المايك حقه انت الجنيدي ايوه انت دائما تطفيه انت يا سلطان شيخ يطفي مايكه اعداد لا مايك شغال الو الو شغال خربا لا شغال حب يا ابو اطلع اطلع مايكك شغال اتمنهم شيخك وشني شيخك هم هذا شيخ شيخك وشني شيخك انا شبعان انا عرفت العمر اللي جيت عرفت ماكرون يلا انا اشوف انا شيخ قلب تحس انه وش الشيخ قبل ما تجيب تحس انه وش تحس انه وش اقول شيخك وشني قال الرجال تعرف قلت لي شفت انا شيخ قلب انك قلب من اصلا انت عزر انا صوتك انك قلب يا محمد حي الله الشيخ والله صراحه اليوم الله يحييك سوي فعاليه للشباب قدموا نفسي هاي والله من قرب الدعم ولا احنا ولا شيء فايز على اسمه فايزين بكل المنطقه الله يطول عمرك العظيم يقولون لا تحلف يا اخي والله اني اقول والله العظيم شاذ بن عرقوبه قبل يومين لا والله هذا خله عندك الحتي ما عندي لف ودور انا انسان صريح انه عارف انه عمره ما يحتاج صح تذكر يا ابليس بليز انا ما عندي لف ودوران انا ما احب عيانات شوف عيانات انا ما احب الرجال اللي يمدح يواجه الرجال ثم لا قفاء الشذبه خليك صريح مطوع ترى ما ودي اقول لك تهبا لا لا قلها قلها تستاهل ما ابي اقول لك لا تقول يا اخوي انا شاهد معها يا مسلم شاهد معها انت اذا قلت لا لا شاهد معها قولوا بسم الله بسم الله خلاص شو انت تشوف هاي اي والله قولوا بسم الله شوفوا كيف يسكت دلحين نعم صادق هو والله يا شيخ فلاح بسم الله بعد الريدين ذكر الله بعد الريدين اللي جاء لهم شيخه
ولا نحدد بدون ذكر اسمه. والله العظيم لا ما تسكت يسحب مايكك. كمل والله اني حلفت بالله. خليك شجاع. اني حلفت بالله. ما يقدر. لا يغر والله لا ما تسكت. استغفر الله. خليك شجاع سالم. طيب امدحك يا شيخ. لا تمدح. صدقني. لا تمدحني. سالم خليك شجاع قلها. ما بسلوب اقعد في الغرفة. قلها. قلها. والله ما بسلوب اقعد ما معي مايك. ما يقدر يسحبه. لها طرق ولها نظام. انت تقوى على خويك انت. ها سلطان. شوف ابليس تعال وضعه قبل ما اجي شيخ شو اسوي. لا بس انا كنت خويك. انا كنت تدري ايش كنت بقول. انا كنت اقول وش رايك يا شيخ في اللي كان خويي قبل ما يلبس البشت ويوم لبس البشت ما عاد حتى يطالع فينا. نداري انت ما انت بخوي انت اخو قلب. ما بلي غيره البشت يا نشهد. صدق يا سلطان اشهد لك اخو قلب يا نشهد. يعني اقدر امسك وجهك يا سلطان؟ لا بيمناك اخم لي. لا بيمناك ترى بقصها. لا قدر يمنا فيها ودس وش سلطان ترى بقصها. أترك مشتاق للمباراة. أيوة والله مشتاق غفص وجهك يا سلطان الصراحة. شوف يا سلطان لازم ساعة تتنازل عن الشيخة. ساعة بس اليوم. عشان الشباب يمونون عليك مثل أول وترجع مضاربات وترجع الضحك. رأيك بعد الله تب. أنا صراحة تمام. تبي الصدق. أنا أبغى أشوفك مع الشيخ. اسمعي يا فايز. أنا رأيك أنت لبدأت أنت الرأي من براح أشاور. انا رايك عندي كم يطول عمرك. الله يطول عمرك. مره انت اخذ ومره انت تجلع. هيا بقصر هاي مشيخه. انا بالنسبه لي ما عمري شفت سلطان شيخ لانه من يوم خلقه هو شيخ ما يغير الاسم. اما تطسه بذا اما خرابي. اصبر ترى قلبه طيب ما شيخ من يوم خلق ولا تغير تعامله معنا ولا شيء. عاده هو هذا الكلام هذا في راس الريع. هذا قاعد تقول لسانك يا شيخ. هذا حسين وهذه خلاقينه ما تغير. صدقت. هذه عيناته وهذه عيناته. جعلنا والله ما خلا منك ولا خلا منك يا نفسيك يا عاصم. هذا للحين غدا ولا عشاء ولا هذا هجوم والله يا فطور. سلطان بغينا ساعه والله العظيم ما عرفنا بالتوقيت. فانا عارف الليل من النهار ولا ما عندك ساعه انت فيدك ما تشتغل. وش جابها مشخص كذا قبل شيء وانا العب من عندي ساعه اشتغل غير ما اعرف لها. انا والله العظيم انه نفسي مع اخوي ما اعرف هذا. طيب انت قبل شيء معطيك ساعتي معطني ساعتك وش فايده ساعتك وانت ما تعرف توقي. يا اسمع انت تبي ساعه خراشه على خشب نبى ساعه في مجلس خراشه ساعه في الهنقر وين تلقون شيء يلبي طلباتكم وين نبى ثلاث ساعات ما بعد اربع ساعات اربع ساعات هديه. هاي هديه لك شيخ. اوه ما بعد ربشين هذا يعني ما بحزن مرة. هاي هدية لك الشيخة يعني نفسك مقبولة تستاهل على كيف يعطي العطاء من كان ظالم بها هديت وياه. كفو والله يا محمد كفو الله يبيض وجهك تهدل بل لا وتهدي بعد يستاهل سلطان. لا والله لا يستاهل ولا هم يحزنون. لا والله لا والله في مكانه هدية في مكانه هدية. لا والله ساعتي هدية وفي مكانه يستاهل. أحسن احسن. هات تسويها لك. هات انا بسويها بلا بلا صوت في شيء فايز. صوت صوت بسوي لك. صوت بسوي لك. صوت خلي الشيخ يا اخو. هات بس هي ايدك يا شيخ. لا جب لا خلاص ضبطها مزينها بس خلاص لا وخرخ احسن منها لا عبد الله ما والله هي ضيقه هديه خلها لا 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 بتكتب اهدني اياها اهدني اياها تكفي ابو ثقل. هديه من هديه دخلك الجنه. هديه حي الله انسى مره تهدل بال يا ابو ثقل. سم يا رب طول عمرك ويرحم امك وابوك. يرحم امنا وابونا جميعا. اول مره تثني عليه ليه؟ يعني يدي اكبر من يدك. اي والله يا شيخ ما هي بحلوه على يدك. ما لك دخل. ساعتي ساعتك كم برقبتك؟ هذه منين جايبها انت؟ اهداها الرجل. سين منين جايبها انت؟ جايب منين بخشتي؟ دايم من جيبك؟ شغلها ساعتك يا. لا ما يدري. هذه ما عارف ليه. والله ان هذه احلى يا شيخ. لا ركز فيها. هاي هدية للشيخ سلطان. هذا مو بشيخ ده حرامي ده. حرامي ساعة. الحمد لله. والله حتى الساعة انها ما تبيك. والله كان معي رجال ساعة. من ثالث متوسط الى ثالث ثانوي. اسالك من ثالث متوسط. ايه. اوه تعرفون هالارقام جميل. ها قلت الصوت كيف الشيخ جت لك اطلق ساعه قد لبس في حياتي. هاي هديه لك. المهم اجي لك اليوم في انت اخر انت هنا يا شيخ ما من كان في اخر اسبوع من ايام الدراسه. هاي شيخ
وجي انا واحد من الشباب انتظار مزح والله انه هديه لك والله مزح والله حلف 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 وهذه النعمه انه هديه لك انت وافقت على طول قل لا بالله ما تصلني ولا هذه اول الهدايا اول هدايا وانت هات حبيبي عطش حبيبي الهديه مو غصب قل لا لا انا ما ابغى هديه انا ما ابغى هديه ادي لك ساعه داخل انا قل قل لا والله قل لا لا ما تزبط عليه ما تزبط على وجهه اصلا من الاساس شوف والله ما دام الرجال اهدى لك ساعه والله اللي تستاهل يا ابو ثقل الهدايا لعظه لكن السبح بعيد انبسط الهدية ترى هروسكم وشوهتكم طول عمرك لا 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 ايوه لا ايوه شيخ بشويش بشويش اي 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 بشويش الله ما خسك والله انك حتى لو تصير شيخ خباتتك ما تبطلها يا سلطان كذا تعامل الشيخ تبقى خبيث كذا تعامل الشيخ الشيخ عارف انا اكثر واحد يدري اني خليني اغسل ايدي يا شيخ ايدي ابغى تعرف مشتاقة لوجهك بسم الله لا اله الا الله شو يا شيخ عجل ولا وسعوا لبيه الواحد يطول عمره السلامة الى من استلم الشيخة فلا يظلم ولا يتكبر ولا يتجبر في الارض الدعوة الدعوة مراوزة تخطر ايه تدري ان الشيخة انها حمل والله العظيم والله العظيم تصدق تحملت الحمل من جيلها حمل حمل يا ابو ثقل والله ان على جماله وهي منه اكيد يا من انتهى الاسبوع يا طول عمر السلامه الى الواحد يا متجمل يا متفشل راح تتم منها والله يا جنة من متجملين في الدنيا وفي الاخره متجمل يا ابو مانع ولوك ابو مانع ها جمل حالنا وحالك في نفذك لانك متجمل اول وتالي يطول عمرك لا سوينا شيء الدنيا مدارات خطر والدنيا خوف انك تظلم حد ولا تكسر خاطر حد ولا والله اني محدك محدثني على حلف يمكنك اكثر شخص عارفني انا يا سلطان اللي في قلبي على لساني اكيد انت شفت اكيد وانا بخلي شيء في خاطري والله اني لا شفت احد شفت ضايق من شيء ولا حاجه ولا كلمه ولا حاجه والله الذي لا حتى لو اني انا اللي مخطئ علي لو ان الزعل لي انا مضبوط والله اني اجي يمسك راسه احب راسه طويل العمر احب خشمه طويل العمر في هذا من ايش؟ انت شفت؟ هذا من تواضع والله انا صدق هذا من تواضع قبل الشيخ خل مني الشيخ وهذه ميزه طيبه انا شفتها فيك راح يعني كثير والله على عمرك سنين اي والله لازم ان الواحد يطول عمر السلامة يداري الخطر يداري الخطر والله ما حديتني على حلف شوف الواحد والله انا ماني بعد العلوم اللي انا سويت لكن الرياجيل يقول انت افعل والرياجيل تفونك اكيد انت فعل وفي الكلام الرجل يتسونك والله الذي لا اله الا هو اني ما اتهنى بالنوم وحده في خاطر حلي شيء اكيد ويمكن انك دخلت انت علي في بعض الاحيان وانا جايين عند احد استسمح حتى لو ان الخطا علي اكيد اخرتها هذه من الصفات الطيبه اخرتها البارح اخرتها البارح مخطر علي ويعني ضيجت لي انا والله الذي لا اله الا هو اني رايح مجهد المغسله اقول بس خاطرك انا اخوك انا اخوان اذا الواحد ما تغاضى من اخوه ولا في خير ان كانك مخطي فوالله انك مسموح ومعذور وان كاني مخطي فالعذر من الله منك وانا اللي ضيقت لي انت كذا طول عمر السلامه تحرج الشخص اللي انت يعني كسرت في خاطره او انه كسر في خاطرك تحرجه بطيبك عرفت كيف؟ ترى الطيبه تحرج الرجال الين ما عاد يعين له مدخل عليك صح ولا لا؟ صحيح لكن لا انا دائما اقولها يمكن اغلب اللي عارفيني من الجماعه ولا من معارفي عارفين الكلمه ذي مني ماني بقول انها شطاره ولا انها جيد اقولها توفيق من الله كلهم في راسه جيد وكلهم في راسه لكن الموفق اللي الله يدله ايه الموفق اللي الله يدله في الوقت الصح في الوقت الصح في الشخص الصح وفي الكلام اللي يطلع من لسانك يا الرجال ايه حتى الحين انا للحين من اللهم لك الحمد قدموني ربعي لجماعتي الله يجعلني ما ابسيهم انا والله من دونهم ولا شيء الواحد ما له قناعه من ربعه اكيد الواحد بدون ربعه مثل اليتيم اللي منقطعتني منه اشهد ما لك الا ربعك فالله يرفع قدرهم يطول اعمارهم كبيرهم وصغيرهم اذا جت مناسبات ولا شيء قدموني اكيد مضبوط انك مقدم يعني ما ذوق حزين يقدموني يا طويل العمر ولا قمت انا وتكلمت يا طويل العمر ماني برتب الكلام والله الذي لا اله الا هو الله يلهمك انت شفت اني ما رتبه ولا قالوا سوي افعل ولا اقول اني اقول لا
لا من وقفت لبعيني ربي واني حتسي واني اقول كلام من ما فكرت فيه ولا جمعته. يطلق وجهي يطلق وجه من قدمني. انت شفت اولى من قالوا بيض الله وجهك عز الله انه ملسن وجيد قلت لا والله لا هي بجيد ولا هي بشطار هذا توفيق من الله. توفيق دائما اقوله دائما كان اقول توفيق من الله توفيق من الله توفيق من الله توفيق والله عني انا تحدثت عن نفسي وتحدثت عن نفسي والله العلي العظيم اني مغلى دفها وعلى الله التوفيق دفها. انا دنيا اللي العاقل بيتعب والشاطر بيتعب ولا حد مستريح. الدنيا كذا لو كنت اقوى الناس فكر وعقل وشخصيه يجي لك يوم تكره نفسك تمنى انك ما خلقت صح ولا لا؟ يشهد. فالواحد يطول العمر السلامه يتكل على من؟ يتكل على الله. على الله على الله سبحانه وتعالى لانه يقول يا عبدي وانا معك عينك في الله وسوي اللي تشوفه قدا واستشير الله واستخر الله في كل خطوه بتخطوها. شف والله الذي لا اله الا هو استعانها بالله في كل شيء. ما حديتني على حلف اني دخلت البرنامج لا قرب دعم لا شيء لا حاجه لكن قالوا يا ولد انت ايش عندك ما ادري ايش بعد يا اخي الله رايدها أول لك. أول الله 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 رادها لك والله لو كان ما عندك ولا مدمي اهلوني كلهم الثلاثه اللي هو الغامدي ابو سلطان فهد معيب كلهم الثلاثه اهلوني وانا اخر واحد جيت شوف اخر واحد انت ترى ما شفت تصفياتك انت شفت توفيق من الله واهلوني وادخل مع الستي حتوني يا ولد ادش قلت يا انا المشكله عاد اني ما اعرف طريقه جروبات الدعم ما اعرف شيء والله انا هم حتى في تويتر ما تويتر والله الذي لا اله الا هو انه ما علمني طريقه التغريده الا سير بطيء قبل ما ندخل يقول اجي تتغرد سوي كذا واجي قطع عمر وادخل على الحساب يعني ما فيه اسم ولا شيء بس يعلمني حملت تويتر حطيته ويعلمني كيف طريقه التغريده طيب مضبوط واللي عاد استلمنا تويتر وذي هو ولد عمي الله يبيض وجهه ذقل هذا عمر السلام مستلم من السناب ومستلم من كلش وادخل قال يا ولد قلت يا ولد انا مرتي حجاجي على الله اكيد ونعم يا ولد ما ادري شو قلت انا مرتي حجاجي على الله وانا عندي يقين بالله اني بدخل وبتاهل مع الستين وبدخل القريه عينوني يا ولد هذه الواحد اكيد قلت لا اكيد ولا ما اكيد انا يا سلطان مرتي حجاجي على الله وادخل ويأهلوني وادخل القريه توفيق من الله والله اني مرتي كذا عندي شوف اليقين بالله دايم خله قوي خله قوي مرة. انا يا محدك ما توقعت اني باصل التصفيات في الشيخه طيب في الشيخه ايه اني انا رجال طول عمر داخل لا عندي جروب دعم ولا عندي شيء ولا حاجه ما توقعت انه بيجيني قوه جمهور الكلام اللي ملحته فيه حلو والله طيب. ما توقعت 1% انها بتجيني قوه جمهور سيف سالم بيني وبينه يقول حوالي 150 او 120 بيني وبينه في الاسماء مضبوط طيب سيف سالم الله يذكره بالخير قوي قوي مشهور من اول عنده متابعين عنده تشوفه عند دائما يا ولد حتى في تويتر ذي كلش سيف سالم توفيق من الله مضبوط يوم حطوا تصفيات في الشيخه الاربعه من الاربعه والله ما توقعت 1% لكن عندي انا كذا يقين بالله قلت انا احساسي اني انها بتجيني الشيخه والله واللي رفع البيت ان اللي جرى وفعلا جاني جمهور ما حسبت له انه بيجي ودعموني 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 لين وصلوني طيل عمر اخذ الشيخه من الجمهور وانا جايك ما عندي احد بس مرتي حجاجي على الله طيب وش رايك في اللي طالع من ديرته من بيشه؟ تري كم مشاهداتي السناب؟ 70